السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دورة تعلم البرمجة مع أرجع. بالحلقة اللي فاتت توقفنا لحد تنفيذ برنامج لحساب مساحة المستطيل. زين، هسه احنا راح نحاول ان نجمل البرنامج. يعني فكرة البرنامج هي هاي الخطوات. أما الخطوات اللي راح تجي اللي راح ننفذها هي عبارة عن خطوات يعني تزيينية أو تجميلية للبرنامج. البرنامج يطلع بصورة أفضل، يعني بملاحظ مو ملاحظات وإنما برسائل تبين لي انه هذا البرنامج يعني شنو يحسب، كل قيمة اللي راح ادخلها يعني شنو معناها وين راح تروح. يعني انا هسه من انفذ يعني طلعت لي شاشة سودة بس ومؤشر يومض، يعني حتى واحد من يريد يجي يستخدم اكتب له فد ملاحظة اقول له هذا البرنامج سوف يقوم بحساب مساحة المستطيل، فعليك أولا إدخال قيمة الطول وعليك أيضا إدخال قيمة العرض، بعدين أقول له ترى قيمة المساحة نتيجة هذا الطول وهذا العرض كانت تساوي كذا. فيعني يقوم يعني المستخدم يفتهم إنه إيش دا يسوي، يعني يصير البرنامج يتفاعل وياه نتيجة فد قوائم أو فد أوامر أو رموز أو رسائل تبين له انه شلون يستخدم البرنامج. زين، هاي العملية شلون تتم؟ تتم بكل بساطة باستخدام الدالة سي اوت. ليش؟ لان احنا اخذنا بالبداية سي اوت، قلنا شنو الغاية من سي اوت؟ تطبع لي على الشاشة عبارات، فاني استخدم سي اوت في البرنامج، كتابة البرنامج على مود يطبع لي عبارات في كل مرحلة من مراحل البرنامج. مرحلة الإدخال يقول لي ترى هسه أنت في مرحلة الإدخال دخل لي ذن القيم، مرحلة المعالجة، مرحلة الطباعة يقول لي إنه أنت لازم تكون هيك. زين، فأني وين أستخدمها؟ وين يعني أبدي أكتب هاي العبارات أو هاي الرسائل التوضيحية؟ العبارات والرسائل التوضيحية راح تكون أكتبها على حسب فهمي للبرنامج أو على حسب فهمي لطبيعة تنفيذ البرنامج بلغة سي بلس بلس. يعني شنو؟ أول شيء خلينا نمسح هاي، احنا اتفقنا بعد ما نعتمد على قيم ابتدائية نعتمد على دالة السين. أول شيء خل نرتب الكود. يعني بدل ما أستخدم متغير انتجر A أو انتجر W انتجر A وهو شيء صحيح، ممكن قلنا احنا نكتب كل هذا الكود نكتبه يعني على سطر واحد ويتنفذ البرنامج، يعني اقلل عدد الاسطر. كذلك السي ان ممكن اكتبها بهذا الشيء، بس اذا انفذ البرنامج يتنفذ يطلب من عندي قيمتي 5 انتر 6 جواب 30. تمام، اوكي. قلنا طريقة كتابة الكود ما إلها علاقة بالطباعة، المهم ما دام اكو فاوي زمان قوطة خلاص. ولكن سي بلس بلس تنطيني مرونة، تقول لي انت بما انه انت عندك متغيرات ونفس النوع كلهن انتجر، تقول لي ليش ما تجمعهن كلهن بسطر برمجي واحد؟ اقولها شلون؟ تقول لي بكل بساطة انت بس قول لي اول متغير شنو نوعه وبقية المتغيرات افصل لي اياها بفاوزة عادية، واني افتهم من عندك انه انت قاعد تقصد انه ال L وال W وال A هذين متغيرات نوعها انتجر، يعني سهولة بالكتابة للكود ومن انفذ يتنفذ البرنامج ماكو اي مشكلة. فاكتب بذيك الطريقة وبهاي الطريقة اثنيناتهم صحيح، بس احنا قلنا نقوم نفكر بطريقة صحيحة ونبرمج بصورة صحيحة وبصورة مرتبة.
زين، ليش الفكرة كانت تخدم طلاب الجامعات؟ جواب صحيح وياخذ عليه 10 من 10. ولكن هاي نبدي نطور من البرنامج، نفكر بأشياء زايدة، شغلات ما يحتاجها طالب الجامعة، وإنما يحتاجها الشخص اللي يريد يتعلم برمجة ويريد يرتب البرنامج مالته. زين، كذلك السي ان، وهسه السي ان واحد نشوف شلون هذا، ولكن خل يعني نفتهم هذا انه الجزء تعريف المتغيرات اذا كانت نفس النوع كلهن ممكن اعرفهن بسطر واحد، وبين واحد وواحد فارزة، واخيرا اخر واحد لازم فارزة مقطوعة باعتبارها جملة برمجية. زين، حسب بما انه تنفيذ البرنامج دي يتم من يعني سيكوينشال قلنا، يعني من فوق لجوه، فمعناته انه هاي الخطوة تتنفذ، بعدين هاي الخطوة، بعدين هاي الخطوة. زين، احنا قلنا ليش لان ترتيب الخطوات يجي؟ احنا قلنا شيء منطقي، لازم البيانات تدخل بالبداية، بعدين البيانات تعالج، بعدين البيانات تطلع النتيجة مالتها. هذا شيء منطقي، هذا التفكير المنطقي السليم لبناء البرمجة. زين، أني شريد أريد تطبع لي فد عبارة معينة قبل عملية الإدخال، وقبل ما أبدأ بالشغل ويا البرنامج، أريد تطبع لي فد عبارة توضح لي إنه هذا البرنامج شنو فكرته. زين، قلنا إحنا اتفقنا إنه سي أوت هي اللي تطبع لي الرسائل، فسي أوت الرسائل شلون أكتبها؟ بين دبل كوتيشن. زين، شو أكتب؟ أقول مثلا calculation، calculation of the area of the rectangle، calculation of the area of the rectangle. خلي نقطتين مثلا، هاي سبيس يعني مجرد ترتيب، بس راح نشوف شلون راح يصير. واقول هنا مثلا استخدم، يعني عادي اقدر استخدم اند لاين، عمود ينزل سطر جديد. فبيجي على طباعة فد رسالة بالبداية انه حساب هاي calculation of the area of the rectangle، فد عبارة انه هي عبارة عن عملية حساب لمساحة المستطيل. فالواحد هسه من ينفذ البرنامج هتطلع لي هاي العبارة، فمن راح أباوع على البرنامج عندي دا أفتهم شنو الشيء اللي قاعد أسويه، إنه أني أريد أحسب الأريا، المساحة مال المستطيل، calculation of the area of the rectangle، ونقطتين. زين، خليها هاي بدون سبيس، ارتب. زين، اذا اجي واحد مثلا يقول اريد بعد ارتبها اكثر، يقول لي اريد اسوي اجو جواها خط، يعني احاول امثل يعني الشيء اللي اني اريده، احاول القي له فتح البرمجي، اقول له سهله، سي اوت وخلي بين دبل كوتيشن، احاول مثلا امثل الخط بهذا الرمز اللي هو رمز علامة الناقص، وأحاول تقريبا يعني أكتب بجد عدد الحروف اللي موجودة بالرسالة اللي فوقها، كأنه الخط بالضبط جاي جواها، وأدوس وأكتب end line هم أيضا، اعتبارها دائما كل ما أطبع سطر جديد. والله خل أشوف أنفذ، يعني دائما يعني اللي أريد أشوفه أنفذ وأشوف إذا ضبط له لا، يعني هي تجربة، بالتجربة بالضبط. طبعا كأنه هو عبارة عن خط، هيك في التشكيل يعني في الترتيب معين، وبالضبط الجوية اللي أني ذكرته، كل كأنه كل يعني حرف أكو جوا إشارة، فصار كأنه بالضبط خط. زين، أوكي، هسه أني أنطيت له رسالة، قلت له يا ترى أنت هذا البرنامج عبارة عن حساب مساحة المستطيل، أوكي، كلام سليم، حلو، زين. أنا شو أريد؟ أريد قبل ما
أبدي بعملية الإدخال مع قيمة الطول، أقول له بالضبط أنت عن طريق رسالة أقول له ترى أنت قاعد هسه حاليا تدخل قيمة الإيرو، تمام؟ زين شلون؟ سي أوت ما عندنا غيره، يعني من راح يطبع سي أوت راح يطبع هذا تسلسلي سطر سطر، راح يطبع هاي بعدين يطبع هذا مثل ما شفنا دي يتسلسل. أقول له الخطوة اللي جواها أقول له اطبع لي سي أوت مثلا، اطبع لي فد عبارة أقول له مثلا enter the value of length، المساحة length، وأخليه مثلا نقطتين، ممكن أخليها يعني أرتبها هيك وأخلي سبيس هنا، بس راح نشوف عمود المؤشر يطلع بعيد، وخلي فاز مقطوطة بس ما أخلي end line. ليش؟ عمود المؤشر يبقى مال سي ان، من السي ان تجي. عايز خلينا نشوف، والله خلينا نفذ، شوف calculation of the area of the rectangle، طبعها وطبع الخط بعدين طبع هاي العبارة enter the value of length، هاي هسه راح نسويها كابيتال عود، وهاي هسه نوجهها، ولكن اكو مسافة والمؤشر هنا، بما انه انا هنا من قلت الاند لاين الاولى نزل سطر وقلت الاند لاين الثاني ايضا نزل سطر، بس هنا ما قلت الاند لاين، قلت على نفس السطر ينتظر يدخل القيمة ومن ادوس انتر بالتنفيذ هو يعني يطبع. زين فبيجي على هسه شنو لازم يا كود يجي يتداخل، يجي الكود اللي انا كتبته اللي هو هذا انه يطبع الجملة وينتظر عملية الادخال بالتسلسل، يعني اقوم اسوي تداخل بين فكرة البرنامج وبين الرسائل اللي انا اريد اطبعها. زين من دخل قيمة ايرور ايضا وراها اريد اطبع له رسالة اقول له انه انت راح تدخل قيمة الويدث، هاي اقدر استنسخها واقول له هنا سي اوت انتر ذا فاليو اوف ويدث يعني العرض، وايضا ما انزل سطر، خلي مباشرة السي ان هي على نفس السطر، فمن انفذ ناشي يقول لي calculation of the area of the rectangle enter the value of length، مثلا اقول له 5 الطول وادوس انتر، واصلا طبع لي يعني دخلت القيمة وطبع لي هاي اللي بعدها، وهم وظل ينتظر للسي ان الثاني، يقول لي شقد الويدث؟ اقول له مثلا 3، يقول لي انتر، يطلع الجواب 15. ها هسه شنو الجواب؟ ما ودي هيجي اقول the area of the rectangle is، وانطيفة عبارة معينة. زين اذا وورا ما دخلت قيمة ال L ودخلت قيمة ال W، ولكن قبلها كل وحدة العبارة مالتها، عملية المعالجة تتم، ولكن قبل ما اطبع القيمة اطبع له فد عبارة ايضا، اقول له سي اوت the area اقدر اخذ هاي the area of rectangle is مثلا، و خلي سبيس فاز مقطوطة، وهنا ما انزل end line، اريد مباشرة القيمة مال A تنطبع بصفة، هنا ما نزلت end line لان هو بال enter مال C هو اوتوماتيك راح ينزل، بس هنا احتاجت ال end line، يعني على حسب اللي احتاجه الشكل اللي راح يطلع بيه التنفيذ ارتبه، اقول end line ما اقول end line على حسب الترتيب، فاسمن انفذ
يطلع برنامج يقول لي هذا البرنامج شنو فكرته calculation of the area of the rectangle. زين شو يطلب من عندي؟ enter the value of length 4، enter enter the value of width مثلا 3، enter شطب علي the area of the rectangle is 12. فالبرنامج شكله صار مرتب. ممكن اضيف end line بالاخير على مود هاي الجملة تكون بعيدة علي، اقدر هنا مثلا end line اقول وارمي قيمة ال a، نفذ 6 4، الجواب 24. فهس البرنامج صار أنيق أكثر ومرتب أكثر، وبتنفيذه يبين إنه أني مبرمج محترف، راح يستخدم البرنامج راح يعرف شنو القيم اللي راح تدخل وين تروح والنتيجة شنو. مو بس 6 و4 و24، وما أفتهم شنو 24 شنو 6 وشنو. ففي شغلة من أبار على ترتيب البرنامج أني صممته على أساس شنو اللي راح يطلع لي بالواجهة. أنا قلت له أريد بالواجهة تطلع هاي الرسالة، فاستخدمت سي أوت، بعدين سي أوت الثاني على مود يجر خط، بعدين السي أوت الأخرى على مود يطبع رسالة ينتظر بيها المؤشر على نفس السطر على مود تدخل قيمة الـ L نتيجة الدالة سي إن، بعدين طبعت الرسالة الثانية وانتظر الكود مال سي إن الثاني، بعدين اشتغل المعادلة، بعدين قبل النتيجة ما يطبعها طبع لي رسالة دي يقول لي انه هاي النتيجة مالتك. فهاي السي اوت الزايدة هذول بس مجرد وسائل، مكانها على يعني ما إلى قاعدة، على حسب اللي انا رتب خليت المكان مالته، بحيث من يتنفذ يجي نفذ هاي الخطوة بعدين هاي الخطوة هاي الخطوة. هذا التسلسل مال كتابة السي اوت ككود على حسب اللي أنا أريده يطلع بالأوتبوت. ظليت أجرب وقلت هذا هنا الخطوة هاي، يعني مثلا لو أنا مثلا قلت هاي الخطوة راح أشيلها أخليها قبل هاي، شو راح يصير؟ والله راح يطبع لي الخط اللي فوق. فعلى حسب اللي أكتبه هو يطلع لي سي بلس بلس، ما عنده مشكلة. فلذلك أنا أبارع بالتنفيذ شويت، وعلى أساسه أبدي أبرمج وأبدي أكتب. زين، فكرة أخرى على مود نطور البرنامج بعد أكثر، هاي الأستاذ يعني على مود من بداية السطر يرتب بهذا الترتيب، على مود يعني البرنامج يصير بيه يعني فد ترتيب ويكون أنيق أكثر، ما استخدم الرموز L و W A، لا استخدم الكلمة على مود من ابدي اكتب ابين انه شنو ال L شنو ال W شنو ال A، بس اباوع على المتغير اعرف انه هو شنو قصده. بس هسه شنو هاي A شنو L شنو W، واحد ما يفتهم. انا ممكن بطريقة اقول يا بترى اكتب له ملاحظة، ويا بترى ال L نقطتين تدل على انه هي length، زين، والW تدل على انه هي width، والA تدل على انه هي area، وهذا كلام سليم انه انا كتبت له ملاحظة. كل رمز شنو يعني؟ وانا من انفذ عادي ان هاي الملاحظة مثل يعني ما الها علاقة، نفذ البرنامج. هاي طريقة من الطرق، ولكن أنا من الممكن أصلا بدل ما أستخدم مثلا ال L استخدم هو كلمة length، لأن إحنا قلنا المتغير الاسم مال المتغير اللي أنا أريد استخدمه بالمعادلة أو مثلا أحجز لموقع بالذاكرة، ممكن أكتب أي كلمة باللغة الإنجليزية ما عدا الكلمات اللي مثلا integer high using namespace std ios stream main، يعني كلمات محجوزه end line c out c in، ما يصير اكتبها اسم متغير، هي كلمات محجوزه هذني مال سي بلس بلس. يعني انا
اكتب الكلمات اللي متعارف عليها. فبدل هذا اقول يا بتر هذا length. وهنا بعد ماكو سي ان ال، اكو سي ان length. وهنا بالمعادله ماكو ال، اكو length. وكذلك بالنسبه للدبليو اقول لك بعد ماكو دبليو اكو width. وهنا سي ان width. وهنا ايضا width. وكذلك الاريا هنا بعد ماكو اي، ماكو اريا، عرفتها في العادة المستخدمة هنا اريا، وهنا ايضا من اطبع اريا. فهسه البرنامج اذا مسحنا هاي بعد ما نحتاجها، بس بالحالة ذيجا هسه البرنامج صار مرتب اكثر ومقروء، يعني قابل للقراءة. يعني حسب الواحد يجي يقرأ يقول أنا عندي متغير ثلاث أنواع، واحد اسمه length، واحد اسمه width، واحد اسمه area. من اسم المتغير يدل على أنه هو هذا مساحة، هذا عرض، هذا طول، ونوعهم integer. وهنا من دي ينفذ cout نادي يدخل قيمة length، دي أفتهم هو معناته دي يدخل قيمة طول، نادي يدخل قيمة عرض cin width. نعم دي يحسب يعني معادلة مساحة شكلها أوتب اللي عبارة عن الطول في العرض. يعني من الممكن ما أستخدم الرموز الرياضية الإير والهاي، يعني أكتبها الكلمة كاملة. هنا من دي يطبع، دي يطبع أريا. ومن هسه أنفذ البرنامج، برنامج أنيق ومرتب، إنه هنا رقم 6، هنا رقم 3، فالجواب 18. إذا هسه أني بنيت أول برنامج متكامل واضح بواجهة بالتنفيذ ورسائل تبين أني شنو طبيعة استخدام البرنامج، وش راح يطلع لي نتائج، وش يطلب من عندي قيم مدخلات. فبالتالي هذا البرنامج الكود مالته أيضا مقروء وسلس، وترتيب هذني الخطوات الزائدة بس مجرد لعمل شكل واجهة للبرنامج، ورتبتها على حسب اللي أني أريده، كما أجرب أشوف شنو اللي لازم يطلع بالبداية قبل منو قبل منو. ولا هي الفكرة الأساسية سي إن هنا وسي إن هنا والمعادلة والطباعة. أما البقية كل خطوات زائدة ما تفيد الطلاب، ولكن تفيد الشخص اللي يريد يحاول يتعلم برمجة. هسه احنا اذا وصلنا هيك مرحلة من التفكير وفهمنا كل كود وكل سطر برمجي شنو معناه، ومو مجرد يعني كتبنا فتشي زايد، ماكو فتشي زايد هنا بالبرمجة، وصلنا مرحلة انه احنا بدينا نفكر صح، نفكر بالبرمجة وحل وبرمجة البرامج بتفكير صحيح. آخر شيء أريد أذكره بالنسبة للطلاب اللي بالجامعات، السؤال من الممكن على هاي الفكرة البرنامج ما حيجيني واحد يقول لي مثلا احسب لي مساحة المستطيل ويسكت. لا، راح يكون سؤال، فالسؤال راح ممكن يجي بشكلين، يا أما شو راح يقول لي write a C++ program. جيد، ده يطلب من عندي إنه أكتب برنامج بلغة C++. زين، شو يسوي هذا البرنامج؟ يقول لي that computes، يحسب. إذا من ألقي كلمة computes أو calculate يعني معناته أكو معادلة. رأسا ببالي يجي إنه أنا أريد يقول لي احسب لي فد شيء، إذا أكو فد معادلة. جيد، زين، إذا هاي المعادلة هي راح تكون بجزء المعالجة. إحنا عندنا البرنامج ثلاثة أجزاء، فأبدي أخمن وأبدي أترجم أو أحلل أو أحاول أفهم السؤال شنو المقصود؟ يعني هذا السؤال ممكن يجي بالامتحان بالنسبة للطلاب. زين، شنو اللي أريد أحسبه؟ The area of rectangle. جيد، مساحة مستطيل. أنا أعرف مساحة المستطيل هي طول في عرض. بس إيش قال لي؟ قال لي with given length and width، يعني معناته بقيم معطاة للطول والعرض. ها، قيم معطاة، يعني هذا حل هذا السؤال
هو يشبه نفس الطريقة اللي حليناها بالبداية بالحلقة السابقة، من قلنا ال L عشوة، L يساوي عشوة، و W يساوي 4 بدون ال CN. فبيجي حالة ذاك الحل يكافئ حل هذا السؤال، واستنتجت بدل ال CN خليت قيم ابتدائية والمعادلة وبعدين طبعت قيمة ال output. زين، أو ممكن نفس السؤال يجي بطريقة ثانية. شو يقول؟ يقول هاي الـ C++ program that reads، من يقول لي read أو input معناته إنه أكو متغيرات راح تصير لها عملية إدخال بيانات إلها، يعني معناته راح أستخدم CN. أترجم هيج السؤال، المن أريد شقرا إقبالي اللينث والويث، خلاص بما إنه قال لي إقبالي الطول والعرض معناته أكو متغيرات اثنين راح تتم عملية إدخال بيانات إلها، لأن هو ده يقول لي أريد فأستخدم CN، فمعناته هذا يختلف عن الجيفن. الجيفن معناته قيمة ابتدائية. زين، اوف المن هذا اللينك فول ويث اللي ريكتانجل، يعني معناته شنو؟ هذا اني يخص انا ريكتانجل. زين، وبعدين يقول لي برنت اتس اريا، اطبع لي المساحة. من اشوف كلمة برنت يعني معناته اكو قيمة راح تطلع على الشاشة كنتيجة، يعني استخدم سي اوت، برنت تكافئ سي اوت. المن سي اوت للمساحة، مساحة المستطيل، وانا اعرف هسه اسال نفسي شنو مساحة المستطيل؟ هو الطول بالعرض. اذا انا عرفت المعادلة، عرفت شنو القيم اللي لازم تدخل بالسي ان، عرفت شنو اللي لازم يطلع بالسي اوت. بهيج حالة اترجم السؤال من يجيني بالامتحان بالنسبة لطلاب الجامعات. زين، الى هنا ينتهي هذا الجزء من البرمجة حاليا، وإن شاء الله نكمل بأسئلة متنوعة بعد أكثر، ونحسب نحاول أشكال أخرى، ونشوف شلون نبدي نبني أفكارنا بالبرمجة بالنسبة للأساسيات. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، مع السلامة.